أنا لا أخاف من المنون وريبها ما دام عزمي يا كنار مهندي. أنا لا أخاف من المنون وريبها ما دام عزمي يا كنار مهندي. سأذود عن وطني وأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة الماضية تحدثنا عن توفيق صالح جبريل والبطل سر الختم جبريل الأعدم مع سوار 1924. والحقيقة ثورة 1924 دي ثورة الناس تنازعوا فيها، يعني جزء من الناس بيقولوا إنه يعني من ضمن ما كانوا ينادوا به الوحدة مع مصر. هي الحقيقة هنا ضل ضد الاستعمار بأي صور بأي صورة أيا كانت يعني. فبعد موعد سوار 1924 وكانوا بقيادة عبد الفضيل الماز، كان بقيادة البطل عبد الفضيل الماز وسيد فرح، وعبد الفضيل الماز برضو من الإخوة يعني الأخوة الجنوبيين، وده بوري من قديم الزمن إنه الجنوبيين والشماليين كانوا دائما يعني بيكافحوا مع بعض ضد الاستعمار يعني. فعبد الفضيل الماز لما بدت المعركة في شارع النيل كان معاه واحد من أبطال السودان الفريدين جدا جدا، سيد فرح. وسيد فرح من منطقة دلقو المحس، ودلقو المحس دي يقال إنه فيها كان فيها معركة رماة الحدق، يعني تاريخ إسلامي قديم جدا بين عبد الله بن أبي السرح وملك النوبة. فسيد فرح بروي إنه في يوم من الأيام جا كيتشنر ومعاه والد محمد نجيب إلى دلقو المحس، وكان جده الشيخ صالح حاج إدريس. فكيتشنر طلب من الشيخ صالح حاج إدريس إنه يدي واحد من أولاده يعلمه ليه، والإنجليز كانوا بيتوخوا وبياخدوا بعض الأسر ويعلموهم. ف سيد فرح التحق بكلية غردون أعتقد سنة 1912 لو لا تخون الذاكرة. فدرى كلية غردون وكان ليه يعني نضال مشهود. لما قامت ثورة 24 هو كان واحد من أبطالها. لما الذخيرة يعني انتهت منهم هم في وزارة الصحة، ومعاه عبد الفضيل الماز بيحكي في ما حكاه في جامعة الخرطوم للبروفيسور يوسف فضل لما جزار السودان، طلبوا منه انه يسجلوا له ذكرياته مع ثورة 1924 عسى انه يجدوا كثير من الحقائق. وفعلا يعني انا تحصلت على نسخة ومدهش نسخة، أعتقد مفروض تكون كتاب. فسيد فرح قال بعد الزخيرة ما خلص مع عبد الفضيل الماز قال لي عد النيل أمشي للقوات المصرية وجيب لنا زخيرة. القوات المصرية كانت في مكان سلاح الخدمة اللي هو بالقرن كبير النيل الأزرق. قال جيت وجدت واحد من أصحاب المراكب، قال طلبت منه يعديني، وكان لأنه كان في قتل والزخيرة وكده قال رفض. قال عرفته إنه بيرطن من المحس، قال رطنت معه وقال عداني. قال لما مشيت هناك للقوات المصرية طلبت منه الزخيرة، قال ما أدوا الزخيرة، قال لي والله إنه عبد الفضيل المعركة حسمت وعبد الفضيل الماز استشهد عليهم يدفعوا. فقال بعد ذاك قال أنا موجود معاهم، أرسل ضابط من مصر اسمه أمين هيمن، أرسلوه وطلب انسحاب القوات المصرية من السودان، جاء أمر. فطلبوا من سيد فرح إنه يتحرك
لمنطقة الكدرو ويجيب في خط السكة حديد. وقال لي قليه واحد من اللي قليه حمار ركب فيه ومشي حدي الكدر وقف أمام القطار. القطار وقف وأخذوه معاهم، والإنجليز كانوا يبحثوا عنه عن سيد فرح إلى أن وصل منطقة حلفة. الإنجليز شكوا إنه يكون مع القوات المصرية، هو كان أول من نزل، فتشوا ما وجدوه. وبرضه في أسوان جاتهم معلومة إنه مع الجيش المصري، فتش ما وجدوا لأنه برضه كان لبس البحارة ونزل في أسوان. احتقلوا ضابط مصري لونه أسمر، افتكروه سيد فرح. وبعد ذاك سيد فرح أخذوه لبيت مجاور لمنزل عرابي، وبعد ذاك هربوه لمنطقة في صعيد مصري اسمها ملوي، كفر العقيلة. فمشى هناك فتح دكان بقالة وبدأ يعلم أطفال القرية القرآن الكريم. المدة طالت. سيد فرح في يوم من الأيام سمع إنه في جهاد في ليبيا، في بطل اسمه عمر المختار بيجاهد ضد الطليان. وسيد فرح في منظوره إنه الاستعمار أيا كان في السودان ولا ليبيا في أي عال في أي وطن عربي هو استعمار ويجب مقاومته. فمشى ليبيا الجبل الأخضر، قالوا يد له شخص راكب حصانه، قال سألوا قلت له يا تعرف عمر المختار؟ قال لي داير بيه وشنو؟ قال لي عاوز ماشي انضم له وأنا من السودان. قال الشخص ده كان هو عمر المختار، قال ركبني خلفه وما قال لي عمر المختار إلى أن وصلت الجبل الأخضر. وكان مدرب جنود عمر المختار وعلمون على السلاح الناري ومترجم عمر المختار للغة الإنجليزية. وإلى أن انتصر الطليان عمر المختار وقبضوا عليه وأعدموه، سيد فرح عاد مرة هرب عاد مرة أخرى لمنطقة ملوي ورجع لعمله تاني، وكان مسمي نفسه محمود المغربي. لما قامت ثورة 1924 في فلسطين، سيد فرح قرر انه يمشي يحارب مع ثورة 1924 في فلسطين، وقاد مجموعة من القرية ومشى حارب في حرب فلسطين. حصلت الهزيمة للقوات العربية، عاد مرة أخرى إلى منطقة ملوي كفر العقيلة. هو في يوم من الأيام في البقالة سنة 1936 أصدر قرار العفو عن أبطال 1924، وكان العفو صدر للمصريين طلبوا من الإنجليز العفو عن علي عبد اللطيف وسوار 24، أضموا يعني أدخلوا مع علي عبد اللطيف سوار 1924، وصدر العفو 1936. والإنجليز ما كانوا يعلموا إنه سيد فرح حي. فبعد أصدر العفو أرسلوا حكومة مصطفى النحاس في مصر رئيس الوزراء أرسل محمود سامي البارودي إلى سيد فرح، لأنهم كانوا سامعين إنه في صعيد مصر، قال لي تمشي تبحث عنه. ومشى لقى سيد فرح عنده بقالة ونادى له من بعيد بيذكر يا سيد يا سيد. قال لما جاني قلت له أنا ما سيد، أنا محمود المغربي. قال له يا سيد أنا عشت معك في السودان، أنا محمود سامي البارودي. فإدعانقه وقال له جاب لي الصحيفة اللي فيها الإصدار العفو تاع 1936. فقال له مصطفى النحاس بيطلب حضورك اليوم، وأخبر أهل القرية تجمعوا. قال لهم ده ما محمود المغربي، ده واحد من أبطال السودان الحارب ضد الإنجليز. فأخذوه ولفوا به القرية إكراما له. بعد ذلك ركبوا القطر ومشى القاهرة، استقبلته حكومة مصطفى النحاس في السكة حديد بأجمعه، وعينوا سيد فرح محافظ للواحات الغربية، وده الحقيقة أول سوداني المصريين عينوه محافظ للواحات الغربية. وعينوه قالوا لأنه كان في مشاكل بتاعت يعني متمردين، وكان قطع الطرق، وكان
ما في أمن في الوحدة الغربية. فقالوا سيد فرح لأنه عارفين ضابط حازم، فخدتوه محافظة الوحدة الغربية، واستمر محافظة الوحدة الغربية إلى لما كان العدوان الثلاثي 56. سيد فرح برضو غاد كتيبة في حرب القناة وحارب في حرب القناة. والحقيقة يعني سيد فرح الآن لو نظرنا يعني حارب في السودان ضد الاستعمار، وحارب في ليبيا ضد الاستعمار، وحارب في فلسطين ضد الاستعمار، وحارب مع المصريين ضد الاستعمار. ده نظرة غريبة جدا. يعني أعتقد إنه من الأبطال كان بينادي بالوحدة العربية، دي نظرته. فيعني سيد فرح لما تقاعد إسماعيل الأسري ومحمد أحمد محجوب رسلوا له، ورسلوا محمد أحمد محجوب في مصر وطلبوا منه إنه يجي راجع السودان لأنه عاوزين يكرمه. فقال لهم أنا لا أستحق التكريم، أنا ما عملت للشعب السوداني حاجة. وجاء السودان واستقبلوا في المطار كل حكومة سودانية. واليوم الثاني قالوا لنا إحنا بنديك قطعة أرض زراعية وبيت هدية من الشعب السوداني لك. قال لهم أنا لا أستحقها، رفض الهدية. وقال لهم لما صروا عليه قال لهم خلاص البيت بدفع بحر مالي، ما من حل، لأنه أنا الشعب السوداني ما عمل حاجة عشان يديني بيت هدية أو أرض. الحقيقة هي أرض فقط، ودوا الأرض دي في شنبات ورجع تاني مصر. لما مات وجد وصية أولاده، كان عند ولده عابدين كان في دنجل محس، لما بقى محافظ للوحات الغربية طلب إنه زوجته وابنه يجوه، وزوجته ما كانت تعلم إنه حي ولا ميت يعني، لكن انتظرت ما تزوجت. فعابدين مشى مصر. لكن في نقطة تانية، لما ناضل مع عمر المختار تزوج عمر المختار زوج لي واحدة ليبية من آل السنوسي، جاب منها بيت اسمها فاطمة. ففاطمة لما أبوها ما تجد الوصية إنه طلب إنه يدفن في السودان، وجابوا الجثمان السودان ودفن في شنبات. وفاطمة وأمها جلسوا في السودان ما رجعوا، والآن هي أستاذة في جامعة الخرطوم. فدي قصة سيد فرح. كنار مهندي سأذود عن وطني أحد أبطال الثورة 24 و900 ألف حكم عليه بالإعدام. سافر مع الجيش المصري متخفية، ثم سافر إلى ليبيا وانضم إلى المجاهد عمر المختار وكان كاتبه ومترجمه. وبعد إعدام عمر المختار عاد إلى مصر، ثم قاد كتيبة وجاهد في فلسطين عام 48 و900 ألف، ثم شارك في حرب القنال عام 51. عينته حكومة مصطفى النحاس محافظاً للوحات الغربية، ثم محافظاً لمرسى مطروح. إنه البطل سيد فرح. ولد سيد فرح عام 900 في قرية دلجو المحس، وبعد 10 سنوات أي في عام 1900 زار اللورد كيتشنر دلجو المحس
وكان معه اليوزباشي نجيب والد محمد نجيب رئيس مصر الأسبق. استقبلهم جد السيد فرح الشيخ صالح حاج إدريس، وكان عمره 120 عام وكان كفيفا. فكتب لورد كيتشنر مذكرة للسيد فرح ليقبل في كلية جوردون عام 1300. ولو كان يعلم ما سيفعله بهم هذا الطفل لما كتب هذه المذكرة. وسيد فرح مثل بقية أطفال السودان يحب الجندية والموسيقى العسكرية. في كلية جوردون التذكارية قابل سيد فرح إخوته من أبطال الثورة 1924، عبيد حاج الأمين وعبد الفضيل الماض وصالح عبد القادر وعلي عبد اللطيف وحسن فضل المولى وحسن صالح مطبعجي وحسن شريف ومحمد فضل الله الشناوي وثابت عبد الرحيم وسليمان محمد وعلي البنا. وفي قاهرة المعز انطلقت رصاصة فقتلت حاكم عام السودان السير لستاك في 23 نوفمبر عام 1924، فأصدرت الحكومة الإنكليزية أمراً بإخلاء القوات المصرية من السودان. إلى القائم مقام أحمد رفعت بك. كان من نتيجة قتل المرحوم صاحب المعالي السردار والحاكم العام في القاهرة أن قدم صاحب الفخامة المندوب السامي للحكومة المصرية عدة مطالب، من ضمنها إخراج الأورط المصرية والضباط المصريين من السودان حالا. وبصفتي نائب السردار فقد عهد إلي تنفيذ هذه الأوامر. وبما أن الحكومة المصرية لم تسلم بإخلاء السودان فقد وجب علي أن أتخذ جميع الاحتياطات العسكرية، ومن ضمن هذه الحالة إيجاد الجنود الإنكليز ووضع جميع القشلاقات في معزل. يركب الجنود المصريون القطار بالسلاح والبيارق ولكن بدون جبخانة. هادلستون نائب السردار. أنا لا خاف من المنون وريبها ما دام عزمي يا كنار مهندي. أنا لا أخاف من المنون وريبها ما دام عزمي يا كنار مهندي. سأذود عن وطني وأهلك دونه يوما يجيء